نعم، المعركة اليوم فتحت إلى أفق أكبر وإلى تطورات أخرى سوف تحدث في المعركة من الجانبين، وليس فقط من جانب المقاومة وكيف بدها ترد وشو بدها تعمل وأين العمليات التي سوف تحدث، شو اللي راح يصير. المعركة فتحت إلى على مصراعيها وانتقلنا برأيي من ما يسمى بمعركة إسناد إلى معركة أساسية واشتباك رئيسي مع دولة الاحتلال وجيش الاحتلال في فلسطين، في شمال فلسطين المحتلة وفي جنوب لبنان. يعني اليوم ما بقى عم نحكي بجبهة إسناد، عم نحكي بمعركة رئيسية والإسرائيلي ناقل كل التقل. نعم. إلى جبهة شمال. نعم، هو عم بيقولوا نقل خلال فعليا خلال الأسبوع الماضي أو خلال 3-4 أيام للي حدثوا، نقل 3 فرق جديدة حسب ما المعلومات، طبعا ما حدا منا مأكد هذا، حسب المعلومات أنه نقل 3 فرق جديدة، إذا صار عنده حوالي 8 فرق في 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 منطقة الاشتباك للي هي على الجبهة الشمالية أو الجبهة. كان في توصية بحزام أمني اللي حكى عنه كمان امبارح السيد نصر الله، يعني هن اليوم يتطور الى هجوم بري، هن اليوم عم يبحثوا كيف بدهم يعيدوا هؤلاء المستعمرين والمستوطنين الى والمحتلين الى شمال فلسطين، وهم عم يبحثوا بخيارات خيارات عسكريه متعدده، منها انه حاولوا يدخلوا الى جنوب لبنان. واعتقد ان المقاومه اليوم هي تحاول استدراجهم الى الدخول الى بريا والقيام بمعركه بريه في جنوب لبنان، وتصبح المعركه ايضا في شمال فلسطين بريه في شمال فلسطين، وهذا مما يريح المعركه الدائره حاليا، هيدي من طريقه الاشتباك للدائره بشكل انه في خط تماس وفي اشتباكات عليها وفي ضرب وضرب متبادل، وفي بعض في تفوق نوعي لدى العدو هو بموضوع التكنولوجيا والإلكترونيات وهذا الموضوع. تكتفي بس إسرائيل بعملية برية اجتياح بري أم ستكون مدعومة بغطاء جوي وما حدا بيعرف؟ أكيد رح تقتصر بس على الحزام الأمني والمناطق الحدودية أو تتعمق أكثر؟ بس هيدا هو ذاته اليوم تقلي بشغلة تكون هيك واضحين اليوم للي عم بيصير من قصف وضرب وطيران وإغارات وكل هذا اللي عم نشوفه، هو نفسه للي صار سنة 2006، بال 2006 حتى كان أكتر بكتير من اللي نحن عم نشوفه اليوم. ولكن اليوم لأنه المعركة محدودة في الجغرافيا وفي المكان وفي الزمان للي عم تدور فيه، نحن عم نقعد نتفرج عليهم مثل اللي عم يتفرج على السينما. يعني نحن كل الخلفية للي من بعد 7 أو 10 كيلومتر من الجبهة وللداخل اللبناني، الباقي قاعد عم يتفرج عم بيشاهدها. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي عم نشوف انه ساعة اللي بتضرب مباشرة في مين عم بيصور وكذا وبياخد صور من غير ضايعة ومننقلها. هيدا هو ذاته صار بال 2006، وهيدا هو ذاته بل اكثر بعشرات المرات حدث بال 2006، يعني وقت حاولوا يتقدموا مثلا على منطقة على مدينة بنت جبال وحاولوا يفوتوا على مارون الراس، كان كثافة النيران وكثافة القصف للي حاول جيش الاحتلال يعملها هي أكثر بعشر مرات من القصف للي داير اليوم وبنقطة واحدة. بس كان جنوب وكانت الضاحية. نعم. حتى الضاحية. كان عم يضرب، كان عم يضرب. ما بعرف إذا كمان بس أنا لما ينحكى عم ينحكى عن حزام أمني على الحدود أو لا رح تتوسع باتجاه الضاحية. بس أنا عم بحكي إنه القصف للي داير وهيدا للي عم بيشوفوه إنه البعض للي عم بيهول بهذا الموضوع، لا هيدا هو بال 2006 صار مثله على بس بنقطة محدودة. منا اليوم هو تيجي يضرب الضاحية المفروض بمعادلات أخرى، يضرب الضاحية بالشكل مش إنه يعمل عملية بالضاحية. وقتها عم نقول انه هنالك عدة مستويات للمعركة، في المستوى الامني وفي المستوى العسكري وفي المستوى التكنولوجي وفي مستويات كلها سوا، والمستوى الاقتصادي والمستوى السياسي وكل هذه المستويات معروضة امامنا. وقتها بيعمل العدو عملية امنية كل العالم ببلش يحكي كيف بده يكون الرد تبع المقاومة، وهل المقاومة رح تدخل بحرب او مش رح تدخل بحرب، وهل سيكون الرد. ابدا ولا مره المقاومه وضعت هذه المواعده. المقاومه عم بتقول انه اذا انت عملت عمليه امنيه علي سوف ارد عليك بما تيسر بالموضوع الامني، يعني انت بتعمل عمليه علي انا بضرب لك هيدي المجموعه 8200، ما بروح بعمل ضرب. بس بعد الخرق اللي صار بالضاحيه وبموضوع اجهزه البيجر هيدي
شو بعد فيه؟ يعني اليوم تبين للأسف يعني أنه كنا عم نحكي عن توازن قوة ردع، وكان عم بيقول السيد نصر الله بتضربونا بنضرب مستعمراتكم وما بيرجعوا المستعمرين إلا ما يرجعوا أهل الجنوب، بس اليوم عم نحكي بمرحلة تانية من الحرب. يعني مثل ما قال السيد نصر الله بذاته أنه هي مش شهدينا لا بتاريخ لبنان ولا بالتاريخ حتى بموضوع، ولذلك يعني سوف يأتي عم نحكي الرد عن نوع مرحلة جديدة من ولذلك الحرب، ولذلك سوف يأتي الرد كمان بنفس المصطبة وبطريقة أخرى لا يتوقعها العدو. بس مش مثل ما البعض بيفكر أنه والله عملوا هذه العملية بيفتح حزب الله أو المقاومة تفتح العنابر للصواريخ البعيدة المدى والصواريخ الذكية وإلى آخره ونبلش نضرب عن أبو جنة. مش صحيح هذا الشيء. لا هيدا بإطار الرد اليومي اللي عم بيصير على استهداف المنازل. لا إطار الرد اليومي عم بيصير على الجبهة. بس أنا عم أقول أنه إذا بده يضرب استراتيجيا، يعني نحن إذا سقط 3000 جريح وسقط 50 شهيد، نحن تنقدر نعمل مثلهم، تتقدر المقاومة تعمل مثلهم بهذه الكمية بدها تضرب مناطق سكنية أو تجمعات أو إلى آخره. صرنا مطرح آخر. بس قال السيد إنه نحن ما رح نستهدف مدنيين من أول المعركة. لا عم قلك هو عم قلك شو كيف بيكون، يعني هن عندهم قدرة قدروا عملوا عملية وضربة قاسية وكبيرة حسب اعتراف، وهذا شيء صحيح. يسجل للمقاومة إنه المقاومة من أول لحظة اعترفت انه هنالك ضربه قاسيه وجهت لها وانه عم نعمل لعمليه احتواء هذه الضربه ونشوف، ومع الوقت خلال العشرة ايام والخمستعشر يوم للجيين والعشرين يوم للجيين هذه الضربه سوف يتم احتوائها كليا وتنتهي. العدو هون النقطة الأساسية، العدو كان يعتقد، أنا برأيي التحليلي، العدو كان يعتقد أنه هيدي الضربة سوف تكون موجهة إلى الخط الأمامي في المواجهة حتى يستطيع أن يقوم بهجومه، وإذ وقت عمل الضربة تبين أن هذه الضربة أصابت الخلفيات جدا بعيدة عن خط المواجهة والمعركة، ولذلك ما قدر عمل اي شيء على الجبهة، يعني ما قدر، هو كان فكر انه هاو لازم يكون الخط الامام الاول وخط الدفاع الثاني وخط الدفاع الثالث هو اللي مضروب فيهم، واذا تبين انه هاو دي ناس موجودين بالضاحية وبعلبك وبكذا واللي عم يشتري خردرة واللي عمره 60 واللي عمره 18 سنة اصيب فيها، وليس القوة العسكرية على خط المواجهة.